بتفاصيل ينطلق الموسم الجامعي الجديد بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس على وقع إشكال الاكتظاظ، حيث تم تسجيل ما مجموع 20,000 طالب تتوزع على مختلف الكليات والمعاهد التابعة للجامعة. 20,000 طالب جديد تنضاف إلى العدد الإجمالي، أو ليرتفع بها العدد الإجمالي للطلبة إلى حوالي 90,000 طالب، وهو ما حتم توسيع الطاقة الاستيعابية، كما يوضح رئيس الجامعة الدكتور السرغيني فارس. هذه السنة المقاعد المهيئة اللي وجدناها للدخول الجامعي هي 9,160 عدد طلبة مسجلين في السنة الأولى للإجازة. إلا خدينا غير الاستقطاب المفتوح، كليتي الأدب دار مراز وسايس، كلية الحقوق، كلية العلوم، وكلية متعددة التخصصات السادة، سجلنا فيهم 17,331 طالب جديد. إلا ضفنا لهم الطلبة اللي تسجلوا في الاستقطاب المحدود، طيب المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، كلية العلوم والتقنيات، فكنفوتوا 2500. الجامعة تحت الصدارة لأن عندنا 200 مسلك، أكثر من النصف وجه إلى المسالك ما يسمى بالمهننة. وبموازاة هذا الارتفاع الملموس في عدد الطلبة المسجلين، وأمام النمو المتزايد للعرض البيداغوجي الذي يصل إلى 200 مسلك، تعززت الجامعة ب87 منصبا ماليا، كما يضيف السيد رئيس الجامعة. قل إن العدد ديال الأساتذة الآن إلا خدينا 90,000 طالب وقسمناها على 1321 أستاذ، غتعطي واحد النسبة ضعيفة ديال التأثير. فهاد السنة الميزانية ديال السنة الوزارة مشهورة خصصت 600 نصيب مالي للجامعات المغربية، حصلت عليها جامعة ابن زور على 105 ديال المناصب، وحنا 87 نصيب. أول مرة كيكون عندنا عدد كبير ومهم، واللي الآن حنا في صدد ديال التقسيم ديالو مع المؤسسات